السلام عليكم إخوان، صباح لاباس عليكم بخير، أمور مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أولا وقبل كل شيء، جمعة مباركة ومبروك 3 نقاط تاع اليوم لصح فريق نتاعنا. لعب مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الثاني. نتمنى خير إن شاء الله في قادم المباريات. إخوان اللي عنده شي سؤال مرحبا يتفضل، اللي بيطلع معايا مرحبا. تحياتي للجميع، ديما راجل الله يعلي الدرجة. تحياتي لجميع الرجوين والرجويات. يونس مدراوي، شو اخبار على تسعود خويا؟ مازال ما كاين والو خويا، كاين مفاوضات مازال ما كاين حاجه خويا يونس. نتمنى خير ان شاء الله غدوه ولا بعد ان شاء الله تكون خير ان شاء الله خويا يونس. تحياتي لك خويا يونس. اخوان اللي يحب يطلع معايا مرحبا. وعليكم السلام خويا رشيد، لاباس خويا؟ شو الاحوال؟ بخير الله يحفظك. عبد الرحيم، السلام عليكم خويا. قضية بيع حركاس بالصح جناح بيراميدز. لا خويا عبد الرحيم، ما كتجيبو الهضرة يا خويا، ما كاين حتى شي حاجة، كاين حتى شي حاجة لحد الساعة ما كتجيبو الهضرة يا صاحبي. شي اخبار على تسعود خويا يونس؟ راه جاوبتك على تسعود خويا، مازال ما كاين والو خويا، يعني مكتب الرجاء مازال ما حسمش تسعود اللي غادي يكون. نتمناو خير. يونس مدراني داك المصري واش غايجي خويا؟ مازال ما كاين والو خويا يونس، مازال ما كاين حتى شي حاجه. صح كاين مفاوضات، مازال ما كاين والو خويا. من غدا ولا بعد ان شاء الله نشوفوا شنو كاين. نبيل الملاوشي، كاين شي اخبار على الانتدابات خويا؟ مازال ما كاين والو خويا. نبيل جارديستا، مساء النور، ربي يحفظك اختي جارديستا. قلت لي ذاك النهار تربح الراجل نطلع معك في اللايف. مرحبا اختي جارديستا، انا باقي عاقل. تحياتي ليك فاطمه الزهراء الرجاويه. اختي كتبي عربية اختي فاطمة؟ عايشة اختي كتبي عربية اختي؟ ما نفهم الكتابة هذه. اخوان اللي حب يطلع معايا يرسل لي انفيتاسيون يطلع معايا ناقشوا موضوع الراجل. مرحبا بكم، مساء الخير، مبروك علينا كامل. ربي يحفظك اختي مروة. تحياتي لك اختي مروة، الله يعز بك اختي فاطمة الزهراء الرجاوية سي بي. اختي فاطمة كريم الزهراء، اكتبي عربية أختي الله يحفظك. تحياتي لكم الإخوان. الإخوان اللي عنده شي سؤال مرحبا يطلع معايا في اللايف. مرحبا، ربي يحفظك أختي جرديس الله يكبر فيك. تحياتي لك مرحبا. ربي يحفظك. حمزة، شي اخبار على تسعود؟ حمزه خويا مازال ما كاين والو خويا تسعود، مازال كاين مفاوضات مي شي حاجه رسميه، مازال ما كاين والو خويا والله. واش محمود صابري يجي للرجاء اعاره؟ لا خويا، لا ياسين كاين والو خويا ياسين. مبروك علينا 3 نقاط، ديما خضراء ديما خضراء اختي فاطمه. تحياتي لك اختي فاطمه الله يكبر بك. رجاوي باريس السلام. وعليكم السلام خويا رجاوي الله يكبر بك اخويا. حسان شيبي، سلام يعني من قدر، شكرا خويا حسن. كاين مفاوضات يعني من يعني كاين باقي واحد 3 لاعبين هكذا ولا 4، ولكن يعني حتى مكتب الرجاء يعني ماشي غير يعني ماشي غير في انتدابات، خاصو اصلا حتى احسن يعني الملف نتاع العالمي يعني سابق الزمن باش يرفع هذا المنع باش يأهل اللاعبين ان شاء الله في مراحل الاثنين ان شاء الله. نتمنى خير الشيء اللي نبغيو خويا. تحياتي لك اخويا حسن.
في تعليق خويا حمزة، خويا اصلح الهضره نتاعك اخويا، حيد داك التعليق قبل ما نحذفك خويا، خويا ما هضره موال خويا، حسن الاسلوب نتاعك اخويا حمزة، ربي يحفظك خويا، الله يسهل عليك، يعني حيد داك سميتو، حيد انت التعليق ولا فهمني كيفاش، يعني راك عارف ناس سبحان يتبعوها ناس مزيانين، يتبعوها ناس يعني ناس مزيانين ومحترمين كذا، ما يعني التعليق اللي كتبتيه يا خويا يعني ماشي في المحل نتاع اخو حمزة، مع احتراماتي لك اخويا، خويا واش يلعبوا انت دابا الجداد، اختي عائشة انت دابا الجداد يعني باقي المكتب اصلا مسير لدرجة يعني الفريق مازال ما حسمش يعني في الملف ديال النزاعات، فاهمة كيفاش؟ نتمنى خير غدوة ولا بعد ان شاء الله لا حسموه سميتو يقدر يكون جاهزين ان شاء الله الاثنين. رجاوي شنو بان لك في المدرب؟ خويا الرجاوي المدرب صح يعني دخل في التشكيلة الأولى في الشوط الأول يعني تشكيلة صح ما عجبتنيش، تشكيلة دفاعية، مي يقدر في الشوط الثاني دارك الموقف يعني في تغيير بعض المراكز وهذه، يعني راك شفتوا كيف غير اللاعبين وغير بعض المراكز، يعني راك شفتوا المباراة كيف كانت، ويعني اللاعبين قالوا المنتظر حداوي عبد العاطي حتى فين كوفي شاده اخويا صفار اخويا الحداوي عبد العاطي خارج خارج الدوله اخويا، كاين في دوله اخرى اخويا سياحه اخويا، غادي نرجع للاثنين ان شاء الله ولا ثلاث ان شاء الله هي تسمح ليا، لا انا يا اخويا حمزه راك فاهمني، كنتمنى اخويا حمزه تفهمني اخويا، فهمني راك عارف يعني الصفحه نقيه وكذا ما نحبوش نشوفوا فيها شي حاجه نتاع العيب، نادر نادر حامضين اه دابا هذه اسمحوا لي الاخوان نجاوب هذا النادى، نادى يعني هذه دابا السؤال هذه اللي كتبت اشنو قصدت بهذا، اشنو قصدت بهذه الكلمه هذه حامضين، ياه يا اسلوب هذا، يعني احنا في 2023 وباقي كنهضروا بهذا الاسلوب هذا حامضين، يعني من خلال الاسلوب باش هضرت بيه انا فانها عارفه مين شكون هي، واحد لي بلوك نصيبتك المزبره فهمت، هاني يا خويا حمزه هاني الرجاوي باريسين هو اللاعب ديالو بحال هكا خويا صح يعني، ولكن اخويا في الشوط الاول كانت تعقدت الامور اخويا الرجاوي، مي في الشوط الثاني دارك الموقف حداوي، راني صيفط لك انفيتاسيون ايوا اخويا مرحبا اخويا والو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عادل بخير. بيتك اليوم يا حبيبي. اخويا اقسم بالله العلي العظيم شو اسمعني خويا، راه ماشي تقول انا واش نطلعك ولا شي حاجه، انت ما عندكش شمس. بيتك اليوم مع مع غوش قد قد. مرحبا بك اخويا، كل شيء ديالك يا استاذ عبد العاطي. الله يحفظك الله يكبر بك، كل شيء بخير. تحياتي لك اخويا العزيز، كنت انت بخير العلي بخير. الحمد لله الله يحفظك خويا الله يبارك فيك. امور مزيان كيف غادي ماشي عمال الحمد لله حفظك اخويا حميد بخير، راه شحال من مره راه شحال من مره كتبعت لي انفيتاسيون هكذا ونبغي نطلعك، ما عندك كيعطيني بان عندك الانترنت ضعيفه. لا بالعكس حنا راه عندنا هذاك الشيء مجهد اخويا، ما تحكاش طالي انا. اشنو خدام ما عندكم تما عندكم وين ولا ما عندكم تما؟ لا لا دير فاست ويب واعره. ما نعرف اخويا العزيز واش وليت انا انا شاك في راسي، يعني كنقول واش انا مشكل فيبر انا لا فيبر اي عرفت لا فيبر واه مي كنقول واش مشكل عندي في اللايف ولا المشكل ما عرفتش، ولكن الاخوان ولكن الاخوان كيطلعوا عندي بعض المرات وانت سبحان الله ماشي مشكل. دابا لا دابا وقيلا قربتي ليا، دابا في الطاليان قربتي ليا وقيلا شويه. بلا فرشه بلا والو ياك حميد اخويا، راني سافر راني اجازه اخويا. بلا فرشه بلا والو. الله يحفظك خويا، كدا استاذ عبد بخير خويا مزيان بخير يا حميد الله يحفظك خويا الله يكبر بيك. اش شحال مره تبغيو نهضروا في شي موضوع اصاحبي ماشي تشتش لينا اللايف من بعد هكذا، وخلي لي النمره نتاعك غادي نبعث لك من الحساب نتاعي، يعني الحساب نتاعي في الواتساب صافي صافي اوكي حميد، يعني هنا بلا ما ترسلوا هنا في اللايف عاد تنديروا نبعث لك انا من الحساب نتاعي. خاص الجمهور يصبر على شويه الرجاء، الجمهور تنهضروا مع الجمهور الرجاوي ديال بصح. هذا راه خويا عبد العزيز شنو عندك اشنو بدك؟ مرحبا. تنتمناو بعد ذاك الجمهور ديالنا ديال الرجاء ديال ولاد البلاد يصبروا شويه على اللعابه، يصبروا رايحين دابا اخر العام تيكون اخر الموسم ديما تيكون شويه ديال العيا شويه ديال هادي، وباقي المدرب باقي جديد
الخطب على الدراري شويه ما بقاش نبداو نعيروا عاوتاني الكرارس طبابه الدير هذه كرويله كذا هذه بنادم لعب مسكين تيطلع مسكين طالع المورال هابط ليه الارض حشومه راه كاينين الكرارس في البطوله البطوله كامله عامره كرارس وتطلعوا بهم الجمهور ديالهم كاين نتفق معك وما ننساوش بان الرجاء الرجاء راه واحد الفرق كاملين راه هادشي كامل هادشي قلتو على قبل الرجاء والراجا راه تياكلوا بها الخبز كاملين شي الراجا تياكلوا بها الخبز كاملين متفق معاك جميع متفق الصفحات ديالهم كاملين بلا ما نهضر عليهم كاملين بحال الله هضرنا عليه بغا نعطيهم قيمه لا في الرباط لا في هادو لا في هادي لا تيهضروا على الراجا حيت تياكلوا بها الخبز كيف واحد قبل درت واحد المنشور هذا ورجاوي جاوبني في التعليق قال لي انت كتهضر هضره الابراج قلت لي شوف اقسم بالله العلي العظيم كنا خسرنا اليوم حتى تشفاو فينا اقسم بالله حتى تشفاو يتشفاو فرقه جديده دابا هذه راه عرفتي باش تبدل فرقه باش تبدل 11 لعاب ولا 15 لعاب ولا 20 لعاب في عامين صعيبه بزاف صعب عادي خويا نقول لك حاجه يعني دابا عندنا واحد الفئه نتاع الجماهير ديال الجماهير يعني صغار باقي دراري صغار برافو يعني كيجي الرئيس كذا يعني كيبو رئيس فشهر مثلين خاصو يجيب لاعبين وكذا راه ماشي غير انتدابات اللي كاينين لكن انتدابات كاين نزاعات كاين غارق الراجا ديال بصح غارق الراجا ديال بصح راه جميع المكاتب اللي دازو كاينين ذوك الحكماء اللي مسمينهم الحكماء قبل ما تينوضوا عليهم صداع بنادم تيبدا يعرف هذا اللاعب مسكين باقي دري صغير تيبدا يطيحوا ليه في المورال تيبدا يعرف هذا وتيبدا يعرف هذا تيبدا يعرف هذا راه كاينين عندنا حنايا اش نقول لك الله المستعان راه شي مكاتب دازو في الرجاء راه باز صاحبي الرجاء باقا واقف شاد الكي هذا راه كيان هذا دوله ورغم ذلك دوله ديال الكره هذيك ورغم ذلك الحمد لله يعني كان الحمد لله يعني نفسنا على البطوله يعني وترس بسر نسر تيمرض وما تيموتش يعني الحمد لله لا عظيم فرد عطي بالله العب لك كره وعارفين اش واقع ديما وديما نهضر معاك دابا نهضر معاك مرحبا من انا راني غادي باش نسالي اللايف غادي نبعث لك من واحد الحساب نتاعي صافي حميد كون هاني انا نكتب لك العربيه وهذه وغادي نبعث لك الواتساب نتاعي كون هاني حميد نتمنوا يا ربي الدراري يشجعوا الدراري يشجعوا الدراري يشجعوا الدراري ما بقاوش عيروهم راه حشومه راه تا هما مساكن عندهم عائله ديالهم عندهم والديهم عندهم هذه ودراري باقيين صغيورين باقيين صغار 18 عام 19 عام 20 عام خاصكم تصبروا عليهم احنا شي وحدين مساكن كانوا باغي يعطيو مازال بحال داك مذكور مسكين ولا تيدخل تيران بحال اللي تيقفقف يلا تيبقى فيا داك مذكور صراحه تقال كان دري زوين هلكوه واحد الفئه عريضه من الجمهور كانوا في دراري ما عرفت اخو داك الجمهور منين تيجي الله يستر ولكن ما تنساش استاذ عبد العزيز حتى الجمهور كيزيد شويه في اللاعب دابا اللاعب كيدير شي مباراه ولا جوج ما تيسمحوش دابا جا لاعب دار واحد المباراه قدم واحد المباراه كبيره واحد يقول لي راك انت حكيمي ولا اخر يقول لي راك ميسي وكذا حيت بعدا ما عارفش يعني حتى الغرور كيلعب دور الدراري حيت ما عندهمش انت عارف انت حتى عندنا الستاف ديال الفرقه ما تيلعبش على النفسيه ديال اللعابه وكحطم اللاعب كيف ما كان صافي كيبداو ما تيكيش اللي دابا ما عندناش حنا واحد الستاف ما عندناش واحد الاداره اللي تتوقف مع اللعابه وتتشجعهم وتتلعب لهم على الدماغ ديال نتمنوا خير استاذ عادل نتمنوا كيف جاتك المباراه نتاع اليوم كيف جاتك المباراه نتاع اليوم والمباراه ديال الدوزيام ميت برافو يعني في الشوط الاول واخا داير المدرب شويه ولكن دار مسكين باقي المدرب باقي راه يلا تيبدل وتيدير 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 المدرب صعيبه المدرب يتاهلوا ليه انتدابات ان شاء الله من الغدا ولا بعد خصنا مهاجم طياره وشي جوج اجنحه مزيانين وشي 10 مزيان وظاهر ايمن مسكين الوردي انا الوردي زعما ديزولي والله الا حشنا للاسف كان دري زوين هذاك الدري صاحبي وهادشي دابا المحيط اللي عندنا خيب المحيط عندنا مكهرب حنايا شي المحيط ديال الراجا ما تيعاونش اللعابه الوردي السابعه كنعرفو شخصيا الوردي زكريا شكون يخليه يمشي كنعرفو شخصيا حنا شي لعابه واش حنا ولينا عندنا 70 لعاب تنصدقوا فيها حشومه 70 لعاب تتصدق فيها الراجا تبغي شي لعاب تتخلصوا بمليار ولا ب 500 ولا 800 وحنا اللعابه ديالنا تمشيو فابور تعطيه ورقيه ما فهمتش انا الاداره هذه
فهمتي كيما عبد الحميد؟ شي واحد ما تنسوقوش اللعابه ديالنا، شي واحد كتب لك، شي واحد كتب لك شي حاجه كتعرفوا. قلت لك واحد، واحد كتب لك في الكومنتير شي حاجه كتعرفوا. اشرف صاحبي. راه ما نفهمش انا هاد الكتابه هاد. رجاوي، رجاوي، رجاوي واعر حتى هو، رجاوي اشرف خطير. تيموت على الراجل. تحياتي لك اخويا اشرف مدريد. تحياتي لك، تيموت على الراجل. تحياتي لك اخويا اشرف. تيموت على الراجل. قلت لك اخويا يعني الحمد لله، خصوصا في الشوط الثاني نقدموا حال المباراه زوينه صراحه. لا والله العظيم الشوط الثاني المدرب تدارك بعداك واحد شي اخطاء دارهم، كان معمر من الوسط بشي اربعه ديال اللعابه ديال الوسط ما تيديروا والو. عمر الوسط بربعه مدكو الزريده ومكعازي واهولي مكعازي ما خصوش يكمل الماتش كامل. مسكين مكعازي لاقصى شويه ديال اللياقه البدنيه. وعندك رحيمي واخا بحال هكاك خصهم يشجعوها، غنكونوا واقعيين. مثلا نضرب مثلا نهضروش بالعطيفه، خصنا نضرب كره خصهم يشجعوه في وداك مايره. ما علاش مايره ما عرفتش مزيان موني. والله مسكين مسالي 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 خويا. ما كناش كننتظروا فيه اخا عبد العزيز. كان في طنجة، كان في طنجة يعني كان مزيان. مي كان مزيان مع طنجة. هو كان مزيان ديال بصح، كان مزيان. ولكن ما فهمتش انا مسكين الراجل ما بحال ما عمره ما لعب. حتى الضغط، حتى الضغط كيلعب دور كبير. الضغط واعر. لا قبيح الراجل. يكون لاعب، يكون لاعب، يكون لاعب طياره ميجي الراجل. خصك تكون عندك عقليه ديال البرازيل ولا ديال الارجو. على سبيل المثال، على سبيل المثال نهضروا على رؤوف بن غيث. شوف كي كان مع الترجي كان سيد كوري. ودوز صعيبه. ودابا شحال واحد كيقول لك رؤوف بن غيث ماشي ماشي لاعب، يعني السيد كان كوري في الايفي. وجمع جمع طوالو يعني كان دور كبير. لا 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 مسكين زعما شي ديزولي. كاين شي لعابه زوينين مساكن جو الراجا وتبادلوا مساكن صراحه. ديال عندنا واحد الضغط خايب على الراجا. الضغط كبير، الضغط كبير. الضغط كبير، الضغط كبير. ماشي راه بزاف اللاعبين يعني بزاف اللاعبين كيكونوا ناجحين في الفرق كيجي الراجا كتقول ما عمرو لعب الكره. ولكن حميد حميد ولكن راه تيكون ستاف اللي تيلعب على العقليه ديال اللعاب. صح النفس ديال اللعب راه تيكون ستاف. علاش يقول لهم علاش هما تيبداو يعيروا في مسكين في هذاك الحدراف؟ تقول لي كوتش مونطال. البنادم ما فهمش كوتش مونطال شناهي. عرفتي شناهي كوتش مونطال؟ عبد الحميد صعيب. تبداو تشدو في حضرات تضحكوا عليه تقول لك ابسطي كوتش مونطال. عرفتي شنو كوتش مونطال؟ حميد هو. ما تيحضروش مساكن، ما تيحضروش، ما تيعاونوش اللعابه. ما تي بحال دابا حنا دابا الاكاديمي شو تبارك الله اول اكاديمي كاينه دابا في كازا وكذا تبارك الله. خصها تكون خصك تجيب لها شي ستاف واعر اللي قابل اللعابه وهذه بلا ما تبقى تشوف لا لوطيل لا كذا تيخسروا في الفلوس ويكونوا ديروا شي الراجا هذيك راه 30 مليون. 30 مليون الناس انا ما نقولوش وما قابلش اللي كان كتب عليهم في المنشور قال لهم 30 مليون ما يحبوهاش نسمعوها. لا راه معانا واحد صاحبي دابا طلع واحد ويلادي موسى. في خاطرك موسى خويا انتم الغريم ديالنا ماشي مشكل. حتى هو طالع تيتفرج. كنقول لهم بالمغرب، في المغرب 40 نسمه 30 مليون للراجا و10 متقسمه للفرق. برافو حبيب. يلا شكرا الدراري. تحياتي لك اخويا سعد عادل. شكرا اخويا. غادي نبعث لك من الحساب نتاعي. اوكي صافي كون انا عبد الحميد. تحياتي لك اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا شكرا شكرا. تحياتي لكم الاخوان. تحيه للسي عبد العاطي. تحياتي لك اخويا. شرفت شرفت اللايف يوم السي عبد العاطي. تحياتي لك اخويا. ربي يحفظك. طه طه هو خويا. كتب عربيه اخويا طه. ما فهمتش كاش تكتب. اللهم منورين ديما خضراء. ربي يحفظك اخويا حميد. ديما رجاء اخويا ديما. حمزه الله يسمح لي هذوك كانوا بغاو بزوق الزروني. لا خويا حمزه راك عارف الجماهير كيف عامله اخويا. يعني بعض الجماهير يعني اخويا حمزه الله يهديها وصافي. والله العظيم يعني كتهضر في كتهضر في الخاوي يعني ما كتهضرش في العامر. والو جمهور المناسبات جمهور الفيسبوك داوي خاوي يعني بلا بلا بدون حتى شي حاجه. ما كاين واحد ممكن نمره عيط ليه. امين ديسي دي.
خلي لي انا مرتك خويا امين نسوني عليك اخويا. خويا اللي بغى يطلع مرحبا يتفضل. حمزة اش بالك الماتش ديال الوحدة والكويت ماتش ما بيش خويا يعني مزيان. السلام عليكم. الو الو حمي، السلام عليكم. بخير لاباس؟ وعالي لاباس عليك. الحمد لله بحفظك خويا. كدي انت مزيان يا اخي؟ الحمد لله كدير ماشي عامات. الحمد لله والله بخير ربي يحفظك. هو كي جاك الماتش نتاع اليوم احمد؟ وماتش مزيان غير في الشوط الاول اللي كان شويه ناقص. اسمح لي نجاوب على واحد الكومونتير اخويا احمد. مشكل النص جارديستا، مشكل النص في الجمهور مكلخين ما عجبهمش المدرب. اختي جارديستا شي بنقول لك يعني الجمهور المدرب يجي صح يعني نقول المدرب يعني نهضروا نهضر عليك هذا وهذه هذه، ولكن باش يبداو كيقول لي المدرب هذه المدرب خاصو يمشي المدرب كذا. يعني اختي جارديستا كتلقى المشكل مع بعض الفئه ديال الجماهير، ما كتفقه حتى شي حاجه في كره القدم. ودابا المشكل يعني هذه الهضره هذه كون يهضروا بها انهم في حياتهم المستقبليه، واش يعني واش دايرين بها شي حاجه هذه الهضره ولا والو، ولا بارك غير فيسبوك يهضروا وتجعل يعني كاين في بعض الجماهير كسالى يعني والو لا علاقه لهم بالكره والو. كيف قلتي انت زروان زروان تحياتي لك انت 10 درجه. هيا راه بدا ثاني من بعد الطاج ديال الرجاء راه مازال يلاه قلنا بسم الله ومازال خاص انتدابات. متفق معك اخويا الزروالي، واه متفق معك. يعني راه كيف كتبت قبيل قلت لك مازال ما درنا والو، رغم اننا ربحنا وكذا مازلنا ما درنا والو. ولا داك العراسي مركبي تبداو تقولوا لي هذا هذا هذا، يعني ما هو مازال ما دار حتى حاجه وكتبت عليه. يعني وكاين بعض الصفحات كيبداو كيقولوا هذا هذا، يعني ديما سبق اللاعب انك راك ما درتي والو. يعني راه اي لاعب كتبدا تهضر عليه هكذا وكتقول لي هذه وهذه، يعني صافي كيحسب روحه كيحسب روحه صافي راه وصل. واش فاهميني كيفاش؟ صافي راه هذه هذه، يعني من الاحسن سكتوا ما تقولوا لي، قول لي زيد خدم اكثر وزيد كذا راه مازال ما درت والو. ونتمناو خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا بعد ما جبت خصنا انتدابات. نتفق معك اختي جارديستا المدرب خاصو انتدابات. ان شاء الله نشوف المدرب يعني بعقليه زوينه وبعقليه المانيه ان شاء الله. فهمت اختي جارديستا؟ يعني كيف نقولوا راه المدرب يعني كي خدام وداك الشيء اللي عنده. فهماني كيفاش؟ داك الشيء اللي عنده نتمناو خير. كريم الرجاوي لا علاقه لهم بالكره، هذو اللي كيقولوا المدرب خاصو يمشي. اصلا انا اخويا كريم هذوك اصلا ما عرفوش الكره كاع، حتى فين تجيهم اخويا الراسي هدري هدية ديال عائش ما فهمتش اش تقصد اخويا حمزة. نتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى الخير. الو الو احمد خويا ما عندكش الانترنت مليح اخويا، راه يتقطع عندك. وانت وفين في حالك؟ قلت لك عندك الانترنت ناقصه بزاف خويا. كتسمعني؟ اي صحيح. عرفت عرفت ما كاينش الريصه. قلت لك كيف جاك الماتش نتاع اليوم؟ والماتش مزيان في الشوط الاول اللي ناقص شويه، اما الشوط الثاني مزيان جاو شي فرص زوينين على حسين الرحيم. صحني ما استغلهمش ياك؟ ما استغلهمش، يعني ضيع شي ثلاثه البيوت كانوا مزوينين ولكن ما جابش الله. نتمنى خير ان شاء الله في هذه المباراه. شكون بالنسبه لك رجل، شكون بالنسبه لك رجل المباراه، شكون بالنسبه لك يعني اللاعب كان سيء في المباراة؟ وبالنسبة للمباراة كان نقول لك انا برزوق شوية مزيان. واللاعب سيء؟ السيء هو اكثر مي في الهجوم ما كاينش.
نتمنى الخير، نتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى الخير و... يعني نراجع بالحاجه الى مهاجم ضروري، مهاجم كبير يعني، يعني قال ناس كبير و... وجناح ايمن وايسر وظاهر ايمن او الثاني ان شاء الله. هذا خاص يعني، خاص الشحريس الثاني يعني يكون توه واعر، فهمتي؟ نتفق ما رايك يحترم، نتمنى الخير ان شاء الله في القادم ان شاء الله. وحامد بغيت نسولك واحد اللاعب بيريم بيراميدز مصر، واش نيت باغي يشريه الرئيس ولا غير هكاك غير تاويه؟ لا مازال ما كاين والو حتى الساعه اخر احمد، مازال ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين ما كاينش شي حاجه رسميه كاع بالمره. وييه دابا كاين مشروع في فكشي للصحافه الدراجات، كاين اللي كيقول لك راه رسميا، كاين اللي كيقول لك بعد قليل بعد ايام على كي يتم التعاقد معه. سمعي نجاوب على حالكم ونطير حمزة، ما هو سبب غياب حركاس خويا؟ حركاس سبب الإصابة واللاعب مازال ما مستعدش باش يلعب مباراة، المهم يقدر يكون إن شاء الله في مباراة ديال نهار اثنين. أكمل أحمد كيف؟ وسميتها بالنسبة لك اللعابة دابا اللي شراو إمتى غيتأهلوا باش يعاودوا يلعبوا الماتش الجاي؟ يتأهلوا الوقت اللي المكتب المسيري يعني يحسن يعني ملف ديال النزاعات نتاع العالمي، يعني باقي ليه واحد المبلغ كذا باش يخلصوا، من بعد يكونوا واجدين الاثنين ان شاء الله باش يلعبوا. المهم يقدر يتحسم الملف ديال النزاعات غدا ولا بعد، ولكن يعني ماشي شي حاجه رسميه، باش نقول لك ماشي شي حاجه رسميه. دابا تشوف هما معاهم هما، فهمت؟ عارف شي باش تروح شي اخبار صحيحه عليهم، فهمتي؟ ان شاء الله يعني على حسب المبلغ، يعني على حسب يعني باقي واحد المبلغ يعني ماشي بزاف باش يحسموا مع داك اللاعب، يعني اللي حتى هو انه ما دارش شي حاجه زوينه، انه صح راك غتاخذ فلوسك مي ما انت ما تبغيهاش يعني باش تاخذها في ديك الظرفيه. دابا فاش كاين الراجع يعني فاش المكتب نتاع الراجع يعني هضروا معاه وقالوا لي غادي نقسموه ليك الى ثلاثه سميتو، هو قال لهم لا انا باغي الفلوس يعني يعني كاش يعني في الدار الاولى، فهمني كيفاش؟ عرفت حيت هو دابا ما طلعش راجل، فهمتي؟ حيت دابا دارت فيه الخير الراجل، ولكن هو ما عقلش عليها. خويا يعني داكشي كيبقى من التسيير العشوائي اللي داز قبل، نتمنوا الخير ان شاء الله. كاين اللي سامح في رزقه وكاين اللي كاين اللي خادو وكاين اللي يعني صاحي يعني حد لاعب سمح في الفلوس يعني سكحان سمح في الفلوس، حد لاعب يعني حد لاعب تاو سمح في الفلوس يعني مي كيف نقولوا الاخر يعني الحافظي وهادو راه ما سامحوش فلوس، وداك الورف اللي تاو اصلا الورف اللي كيحرط في في اللعابه باش يديروا الراجل باش يدعيوا الراجل. شوف هذا بنادم هذا يعني نعم، ولكن الورف اللي علاش دخلوا في اللعابه هو باغي رزقه يدوي على راسه ما يدويش على الاخرين. اصلا الاسم نتاعو كاع ما كانش معروف كاع، حتى جا للرجاء عاد بدا كيتعرف عارفوا بنادم ما كانش معروف كاع بالمره. وياه دابا راه شو ما قاعد شو كيدير راه الراجع هادي، ولكن هما بغاين يطيحوها، فهمتي؟ يطيحوا القيمه ديالها. نتمنى خير ان شاء الله الرحمن، نتمنى خير ان شاء الله. اخر كلمه تقولها الناس بيطلعوا اخو احمد، اخر كلمه شنو شنو بالك في المباراه ديال نهار الاثنين ان شاء الله؟ دابا المباراه ديال نهار الاثنين ما عرفنا واش غتكون صعيبه ولا غتكون سهله، يعني حنا دابا حنا غنلعبوا اللعب مع الكويت كويتي، فهمتي؟ يعني الانتصار يعني التأهل الرسمي للدور الثاني. نتمنى نتأهلوا نغلبوا نربحوا شي جيبوا شي 6 نقاطات، يبقى لينا الماتش ديال الوحده الامارات، حتى هو نلعبوا نبينوا بان الفارق الراجع راه بينا قاد على شي حاجه باش غيجي يحقق اللقب ديالو، فهمتي؟ الثالث نتمنى خير ان شاء الله، فالخير ان شاء الله. احمد ما نخلوش العديان ديال بحال ديال الوداد ولا شنو ما يضحكش علينا، يعني احنا خاصة نشوفوا الراس ديالنا، ما نفكروش فريق اخر نخليه يضحك علينا يقول لك لا جابوا انتدابات لهاد وغلبوهم، لا داروا خاصة يفكروا ريوسنا، خاصة نربحوا ونتأهلوا للربع النهائي. يعني تلا تلاقينا مع شي فارق النصر السعودي والاتحاد نبينوا لهم تحنا راه على هاش قادين، فهمتي؟ نتمنى الخير ان شاء الله، فالخير اخويا احمد، فالخير ان شاء الله، نتمنى الخير شي اللي نحبوا اخويا. نتمنى اخويا يكونوا شي انتدابات يكونوا زوينين، راه دابا الكلام اللي قلتي انت والكلام اللي قالك السيد راه توعد الصح، فهمتي؟ يعني الجمهور يصبر
يصبر على اللعابة، يصبرت على الرئيس، الرئيس دابا راه محيرته مع الفريق ومحيرته مع اللعابة اللي كيتسالوا فلوس واللعابة اللي غيشريو بالفلوس. يعني راه ماشي غير الانتدابات اللي كاين، كاين انتدابات، كاين نزاعات، كاين بزاف ديون كثيره غارقه حتى لهذا. يعني دابا هاد الاغلبيه ديال الجماهير كيقول لك لا انتدابات انتدابات، واش اخويا انت ما عارفش اسم الواقع في الرجا؟ راه الفلوس كثيره كتسال الرجا. يعني الله يكون انا ما كان نقول لكم حاجه، غير انا باش نوضح لهاد الناس اللي يستمعونا في اللايف، انا ما كنعرف حتى شي واحد، انا كنعرف الرجا وكنعرف الجمهور، وديما كنقولها راه كيمشي لاعب كيمشي مدرب وكيجي مدرب وكيجي رئيس وكيمشي رئيس. انا الاهم تاعي هو يجي اللي يخدم الفريق، لا غير ما كنعرف انا التواجد، كنعرف اللي يجي وعندي اضافه للفريق، سواء لاعب سواء مدرب سواء رئيس. باش نهضروا في هذا الكلام هذا، يعني ديما كنهضر معاه، راه ديما رجا ما كنعرف انا حتى شي واحد، رجا هي اللي كنعرف لا غير. دابا راه جيت كتهضر على المكتب المسير، كتقول لهم عاونوا المكتب المسير ودعموا كذا، كتجي شي واحد كيقول لك قول لي اشنو عطيك المكتب المسير، اشنو بيعطيني المكتب المسير؟ الله يهديك لا انت ولا غيره، اش بيعطيني المكتب المسير؟ والو انا كنعرف الرجا، انا كنهضر على الرجا، كضربني حرقه على الرجا وضربني غيره على الرجا. باش يجي واحد يقول لك اشنو عطيك المدرب؟ ما عندي. اشنو عطيك المكتب المسير؟ شنو بيعطيني؟ ما عطيني والو. عادي ربي سبحانه، عادي ربي سبحانه. يعني باقى واحد العقليه ديال واحد الفئه ديال الجماهير، يعني من مستوعبات، يعني عقليه كيف كنقولوا بايخه بزاف. عارف ممكن يقول لك داوين خاوي بلا حتى شي حاجه. عندهم دابا لك السؤال، عندهم في الاشكال دابا كيطرحوا لك السؤالات ماشي هما. لا دابا شنو كتقول؟ دابا انت كتقول هضر في المنشور ولا كذا ولا هذه، كتقول لهم الاخوان ربي يحفظكم جاتكم كذا، تعاونونا ويد واحده وديما رجاء تعاونوا مع المكتب المسير، والمكتب المسير راه كيدير ماشي غير على حساب الانتدابات، راه كيجري هكذا وكيعمل هكذا وكيفعل هكذا. كيجي واحد يكتب لك في الكومونتير، انا اصلا ما كنقراش في الكومونتير وما كنجاوبش على لي كومونتير، اصلا لي كومونتير كيجاوب عليهم ناس اخرين، مي انا ما كنجاوبش على الكومونتير، ما كنكونش مساري لي كومونتير كذا باش نجاوب عليهم. مي بعض المرات هكذا كنتلاقى مع شي كومونتير هكذا وكنشوف، يعني كيكتب لك قول لي اشنو شحال عطيك فلان، شحال عطيك بودريقه، شحال عطيك، اش بيعطيني لا انت ولا بودريقه؟ الله يديك انت اش صاحبي، اش انا بيعطيني بودريقه ولا انت ولا غيري؟ كنعرف انا غير الراجل اللي كنعرف. يعني باقا عقلية بنادم حابسه بزاف يا صاحبي، اقسم بالله انا باقا عقلية بنادم حابسه. وييه بحال دوكا فهاد صحاب اللي دابا اللي كيديروا التعليق، يعني دابا كاين اللي كيكتب شي سؤال زوين كتجاوبي، كاين اللي كيكتب لك شي سؤال ماشي هو هذاك، ولا كيبدا يخسر في الهضره، وحنا الصبح تاعنا نقيه، يعني متبعين الناس مزيان، كيبدا يخسر في شي هضره شي مصطلحات كيف عاملين وشي اسلوب كيف عامل. بنادم يا صاحبي في 2023 باقي كيحكي لك بشي مصطلحات، انا اقسم بالله ما كنعرف المعنى نتاعهم اشنو كيفهموا، شي مصطلحات لا علاقه، ما يتقبلهاش العقل يا صاحبي، ما يتقبلهاش العقل. بحال هذيك قبيله كانت واحد حامضي، هاديك دابا شناهي هاديك كتبها ولا شناهي هاديك حامضي؟ والمشكل بنت، راني بلوكيتها، مشكل بنت. اشني دابا هاد المصطلح هذا حامضي هادي؟ اه دابا شنو هادي دابا، سواء كانت بنت سواء كان فوكونت كذا، يعني هذه اشنو كتسنى منها؟ مربيه اجيال، يعني بعد سنوات كتلقى غادي مقبله حتى على اسره وكذا كذا، يعني وكيف كنقولوا يعني كالابناء راه كيف ما لقى يعني البيئه نتاع العائله كتضرب ديك المصطلحات، حتى الدراري ولا سميتو غادي يهضروا بنفس المصطلحات حتى هما. طيب كاين ما كاينش زوين، ما المعامله ما كايناش. الله يدي بنادم وصافي، اقسم بالله الله يدي بنادم وصافي. وي يا خويا حميد، اخر كنشكرك السي حميد وكنشكرك على اللايف ديالك زوين، تحياتي لك اخويا احمد، الله يكبر بيك. ودي مراجع والتحيه للصادق العيمان، تحياتي لك اخويا، السلام عليكم. الله يسلم. وعليكم السلام خويا نور الدين، لاباس خويا؟ شنو الاحوال؟ بخير، ربي يحفظك اخويا، يزيد لك كبر بيك. خويا اللي عنده شي سؤال مرحبا يتفضل.
حمزه خويا شي اخبار على المعد البدني؟ خويا اسمح لي خويا، المعد البدني يعني التونسي راه مشى، مي كاين معد بدني يعني غالبا غالبا غادي يكون اوروبي، يعني غادي يجيبوا يعني زيمبابوي ولا غادي يجيب معد بدني اخو حمزه، فهمني اخو حمزه؟ كريم رجاء الرحيم لا علاقة لي بالكرة، متفق معك اخويا كريم، يعني اللاعب ما طورش راسو بزاف اقسم بالله، يعني اتسنى منه والو اخويا. عبد الهاري تحياتي لك، كبر بك اخويا عبد الله، يعز بك العزيز، شكرا بزاف اخويا والله. عبد الرحيم فرجي اسمح حيدوش معي، لا خويا مازال اخويا عبد الرحيم، نتمنى خير ان شاء الله غدا ولا بعد ان شاء الله، نتمنى خير مازال ما كاين والو اخويا، شدي نتمنى اخويا شي اخبار على العودة متولي اخويا نور الدين، ما كاين والو لحد الساعة اخويا متولي، مع باقي الامر بين يد المدرب، واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي، يعني المدرب ولا غادي يحسن فيه، يعني صح يعني الرئيس عرضه على المدرب ولكن القرار كيبقى بيد المدرب، واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي، واش غادي يتحل المشكل ديال النزاعات ويتقيدوا اللاعبين الجدد. خويا بلالي باقي اخويا من هنا، المهم تبرع المبلغ اللي باقي يعني واحد 150 مليون هكذا ولا 200 ويسدوا يعني المبلغ، وديك الساعه الرجاء عنده الحق باش تسجل لاعبين جدد ان شاء الله، هادشي اللي نتمناه ان شاء الله، نتمناه يحسنوا غدا ولا بعد ان شاء الله، ماشي قلت لكم انه غدا ولا بعد، قلت لك انا كنتمنى يحسنوا غدا ولا بعد. سنيك ودار تحية رجوية مبروك علينا كانت مخاطر، ربي يحفظك اخويا حسن الله، كبر بك العزيز وكان بزاف. اخويا اللي حاب يطلع مرحبا بهات لي انفيتاسيون نطلعو معايا مكاينش مشكل، مرحبا بكم كامل. السلام عليكم. الو 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 هاني اخو نور الدين تحياتي لك اخويا، مرحبا. الإخوة اللي حاب يطلع معايا مرحبا يتفضل. حمزة مكرهش خويا الله غالب، ما فهمتش خويا حمزة شنو بتقصد خويا، علاش خويا ما شنو المشكل؟ تحياتي لكم الإخوان جميعا، واللي عنده شي سؤال مرحبا يتفضل.
حسني كوبان، تحياتي لأخويا، التغطية عندي ضعيفة، ماشي مشكلة أخويا حسني، مرة أخرى إن شاء الله، مرة أخرى، تحياتي لك أخويا حسني، يونس مدري واش كاين شي لعابة، زين غادي يجي، إن شاء الله أخويا يونس، نتمنى الخير إن شاء الله، نتمنى الخير، شنو نتمنى أخويا، كاين الخير إن شاء الله، نرضي الرقابة، خاصنا، آه ضروري يا أخويا، راك شفت يا أخويا اليوم لعبنا بدون تسعود، ضروري تسعود، بغيت نكاور نصطاع بزاف حدايا. علاش اخويا حمزه تحول بلاصه مي شنو راك في الدار ولا خارج ولا شنو بيه تحول شي بلاصه هكذا مي عادي سي نورمال تحكي سي نورمال عادي الاخوان اللي حاب يطلع معايا مرحبا تفضل يونس مدري واحد ربحات اليوم واخويا ربحات هي في الصف الاول وحنا في الصف الثاني والكويتي الثالث والرابع نتمنى ان شاء الله اخويا يونس ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله ونتأهلوا بصفه رسميه ان شاء الله احنا راح ماشي نتمنى نردين لكم باش يخبر على موهوب لا اخويا موهوب عارف وتوقع نردين ما كاين حتى شي حاجه اخويا سامعني بس راك عارف الفتح كيف عامله مع الانتدابات والي ما تحلمش في حاجه تاخذها من عند الفتح الموهوب ماشي نتاع الراجل شتي باش نقول لك اخويا الموهوب ماشي نتاع الراجل خاصنا شي تسعودي اخويا يكون افريقي مش تسعود قتال بحال شكل مالونجو بحال شكل فهمت وصاقونا هذه ما يجيب لي واحد هكذا تو بيركب فيك السكر يعني باقي هكذا غادي يوقع لي تو كانوا يديروا معنا دوك الاخرين ما يصلحش الراجل والله عندك هو هذاك الميري راه مشى للبركان ولا يعني اصلا في المغرب ما كاينش لاعبين مابقاش لاعب ما اصلا ما كاينش في المغرب كاع بالمره شو عامل يا اخوان الدين ما هو بيني لا علاقه يعني ماشي اصلا ماشي تاع الراجل حنا بنا تسعود اخويا اللي ما كاين ماشي نجيبو تسعود نجيبو واحد اللي مداو ربي ثاني من جديد كذا بحال تهنينا من حدين هذا بدا ثاني يركبو فين في السكر يونس مدراي هذاك المصري كي كيجيك خويا لاعب زوين مي ماشي من زعما كاين شي حاجه رسميه مي لاعب زوين صراحه يعني كي زوين في مربع العمليات يعني بالاخص كان عندك شي اظهره وشي جناح يكون مزيان يعني تلقى ماركي مزيان كلامك صحيح انا متفق معك اخويا نور الدين اقسم بالله يعني ما غاش يجيب لي انك واحد تجيب لي بقى قاس هناك ربي حنا غادي نجيب واحد يكون موجود يعني واجد سعود ماركي كيدخل عطيه جمالون لعب موبايل الاولى ما عطاش الثانيه داش يتاقلم الثالثه صافي سيد ولا كيف كتجي كي ماركي جات من الراس ماركي جات كيف ما جات كي ماركي كي ماركي دابا جيب لي واحد باقي كذا صغير يجي يقدر يلعب يقدر ما يلعبش يجي ثاني يركب فيك ثاني السكر والعصب كيف حرا تهنينا من جوج بعد يجيب لنا ثاني واحد اخر من جالس يكرر فيه انا شنو نقول لك والله ركب يمشي ولا باقي معاهم خويا باقي معاهم داك باقي كيديرين مي مازال ما سيناوش معاهم اللي كيقول لكم على داك سامي نوفيس واش سينا ما سيناش الاخوان يعني غير باقي هو يعني في اختبار مع المدرب يعني مازال ما سيناش يعني من بعد بطولة الكأس العرب يعني غادي يشوفوا واش غادي يتحسن في السي سميتو غادي يزيدوا الدرجة ولا غادي غالبا ما غاديش يسيني وثاني الانتدابات راح غادي يبقى ومستمر حتى لتسعود في تسعود يعني باقي تحياتي لك اخويا عبد العاطي الله يعزيك اخويا نتمنى من المدرب يخدم مع بوركسوت في الدار الايمن يا اخويا حمزه راه قلتها قبل قلت لك يعني بوركسوت كان المدرب يخدم مع بوركسوت في الدار الايمن يعني بداوي
صراحة البدوي ما عجبنيش أنا الصراحة الأول البدوي ما كشفت البوكس تاني دخل في الشوط تاني حرك داك الظهر الأيمن و... يعني وديك الجهة اليمين تاعو ولات نشيطة بزاف في الشق الهجوم، نتمنى الخير إن شاء الله. وغاي يعني وضروري ضروري من داير أيمن، ضروري ضروري من راجل يجيب داير أيمن نابو. راشد هو فاس في رابيل من حقه يا اخويا حسني، واه اخويا راه بزاف راه ماشي راه اصلا كنا نتمناو في انه يكون بحال سفيان، ولكن اخويا سيدو مرجولا يعني صراحة لا يعني ما ماشي نتاع الراجل سيفتو اعارة ولي بيرو يستغلو منه ولا والله ما غاديش تعول عليه اصلا هذا. اخوان اللي يطلع معايا في اللايف مرحبا يتفضل. حمزة بن غيت رزانة فيه المندل الكبير. اه خويا متفق معاك، اه متفق معاك. دومينيك واش غادي يكون واجد الماتش الجاي ولا حيد الملعب؟ خويا اسمه ما غاديش يكون واجد، واخا تحيد الملعب دومينيك مازال ما واجدش يعني باقي يعني بدنيا مازال ما واجدش، يقدر يكون في الموبايلات الثالثة تحيد الملعب، قدر يكون في المباراة الثالثة، مي نهار الاثنين ما غاديش يكون يعني مازال ما وجدش بدنيا، مي هو ما عنده لا إصابة لا والو، مي مازال ما وجدش بدنيا، فاهمين أخويا يونس؟ سبب غياب حركاس، خويا نور الدين جاوبت على هذا السؤال، سبب غياب حركاس هو أنه مصاب وما وجدش بدنيا، يعني في المباراة ديال نهار الاثنين غادي يكون، إن شاء الله الرحمن الرحيم أخويا نور الدين. بس من الأحسن يصيفطوا إعارة، آه ممكن الأحسن يصيفطوا إعارة مزيان يمشي يتحكم مزيان يصيفطوا التواركا ولا يصيفطوا الواتزام ولا البرشيد، ولا من الأحسن يصيفطوا البرشيد يعني تا برشيد كتعمل معاه مزيان تحكم فيها مزيان، والله يصيفطوا واحد العامين تاع الإعارة يجي يلقى راسو موجود وراسو مزيان وديك الساعة مرحبا بيه يجي يلعب بالرجاء أفضل يعني باش دابا باش تعول عليه دابا يلعب لك كاس سعود كا ما تعولش عليه. نفاتي كيجيني غادي ينفع الرجاء، اه متفق معاك نفاتي زوينه اخويا يعني نفاتي مزيان يعني صراحه والله يعني والله مزيان احسن حتى الانتدابات كلهم مزيان يعني لا بالعمري ولا خفيفي ولا نفاتي لا سميتو يعني مزيان اكسي اللي خلفهم غير باعو اكسي ما غاديش يبقى خويا بورغيس اكسي راه ما غاديش يبقى غادي يبيعو ممكن يقدر يمشي لطنجة ممكن يجي شي عرض من على برا كنتمنى كاع يجي شي عرض من السعودية يشوفوا دابا ناخذ فيه واحد المليار ولا واحد 900 مليون مايسترو مايسترو خويا اكتب عربية خويا اكتب عربية. اه والاخوان نقول لكم واحد النقطة يعني كاين دابا شي اشاعة كتروج بان كيقولوا هضرة بان بوزوغ غادي ما غاديش يبقى من راجع قبل لا أساس من الساعة بوزوغ مازال مستمر مع الرجاء الموسم المقبل إن شاء الله بوزوغ يعني كيبقى من الكوادر نتاع الفريق بوزوغ ما غاديش يمشي بوزوغ ما غاديش يمشي يعني غادي يبقى في الفريق يعني خارج من بعد الصباح دابا كيروج بأن بوزوغ راه غادي يمشي غادي يمشي بوزوغ ما غاديش يمشي إن شاء الله أقصد الله يغلق كل غير باعو. آه خويا داكشي بنقول لك أخويا بورقيس يونس مدري كاينش أجنحة كاين خويا يونس كاين إن شاء الله بالنسبة أقصد ما واش غادي يبيعو ولا يمشي إعارة ولا يكسر خويا كلتا الحالتين اما يبيعوه اما يمشي يفسخوا معاه كلتا الحالتين اعاره ما نقدرش يصيفطوا اعاره اما يبيعوه اما يفسخوا معاه اخو حمزه. خويا يونس جاوبت كاين اجنحه خويا واه كاين ولا عندك شي سؤال تفضل مرحبا.
مايسترو مايسترو خويا كتب عربية خويا مايسترو. ماجي بطاطو الزمالك العام اللي فات وكان داخل عليه على سامسونج بينج بونج. خويا سي عبد العظيم عنده إصابة خويا، هذا عنده حل الإصابة هكذاك، عنده إصابة حمزة بن غيز واش كان يستاهل يبقى في الراجل. خويا بن غيز زوين مي مع المدرب، راك شفت بن غيز كيف كان في الترجي، كان أفضل مليح، ولكن يعني مع المدرب لقى صعوبات كبيره متعرف، ولكن الحمد لله يعني مشى خلى بلاصه نقيه صراحه الله، يعني مع المكتب ومع الجمهور وكذا، يعني دابا كلشي كيهضر فيه بزوين. راك شفتو قبيله من نسالات المباراه يعني دار خرج يعني كيهضر في الصحيفه، قال لهم يعني كنحترم الجمهور وكنحترم فريق الرجاء البيضاوي الرجاء الرياضي وبزاف، يعني صراحه طلع يعني خلى بصمه زوين، واخا ما لعبش واخا مزيان، ولكن تحية لبن غيز من النظر طيارة مزيان. سي عبد العاطي عنده إصابة أخويا، مساء الخير سي، ربي يحفظكم بخير إن شاء الله ديما رجل العالمين، ربي يحفظك أختي الفتاة السمراء، الله يكبر بك أختي، تحياتي لك، شكرا بزاف. قلتي من اللي حسم صقر صحر بوش مزيان، قلتي من الرجاء قريب يحسم صقر صحر بوش مزيان، خويا مزيان اخويا يونس، ولكن ما غاديش نعلنوا على الصقاني ان شاء الله حتى تكمل الجزئيات نتاعو كذا، وان شاء الله ديك الساعه غادي نشوفو ان شاء الله، نتمنى خويا هادشي اللي كنتمنى. دابا هاد الوقت اخويا يونس ما بقا كتحكم على حتى لاعب، شحال من لاعب كيكون في بعض الفرق واو، يعني كيكون واعر توب سوبر، ملي كيجي الرجاء خويا كيولي حاجه اخرى. على سبيل المثال الاكسيل مي كيف كان في طنجة، كان قايل كان مزيان، جل طنجة صار صافي تلبات لي بحال ما عمره يلعب الكور، فهمني كيفاش. حمزة إبراهيم مرشد واحد الكلاش، تحية لحمزة وتحية لإبراهيمي وتحية للناس الرجاء كاملين، وتحية الرجاويين والرجاويات كاملين من المنبر. يونس مدري إن شاء الله، إن شاء الله أخويا يونس إن شاء الله، تحياتي لك أخويا حمزة. ما يصير وش حركات غادي شي فرقه في تركيا خويا، ما كتجيبوا هاد الهضره هادي يا خويا مايسترو، ما خويا واش كيقول لك تركيا، واش كيقول لك غادي الاردن، واش كيقول لك اخويا اش هاد الهضره، كتقولش كيقول لكم دابا هاد الهضره اللي كتجيبها صحيح، انا ما كاين والو خويا، حركات اسما مريض يعني مصاب، كان مصاب قبل اجا بدل يعني غادي يلعب، يقدر يلعب الاثنين ان شاء الله. يونس مدراري نوار واه خويا بزاف، بغيت نقول انا عاد راسي واش عندنا شي لاعب سميتو امولو، والله خويا انا هكذا والله العظيم اقسم بالله خويا يونس، بغيت نقول واه واش انا عندنا شي لاعب سميتو امولو، انا ما بخباري يا صاحبي، ونقول لك ثاني بنتك، يقول لك بنتك ما غادي يقول لي واحد السميه، فرصي مزيان خاصو ياخذ فرصه ديال، نعم خويا عبد العظيم فرصي زوين صح، مي لازم مي ما تعولش بانه يلعب لك يعني منذ بدايه المباراه، ولكن تحكم عليه يلعب لك هذيك 20 دقيقه في الاخر باش ياخذ تجربه، يعني عارف خطاك فرصه اخرى صعب عاطي، مازال ما خش تجربه اكثر، راك عارف انه جاي من القسم الثاني كذا، وراك عارف يعني فاهمني كيفاش، يقدر في اي لحظه يدير لك واحد بيلانتي ولا كذا، مع احتراماتي للعب تاعي فرصه. حمزه لا غادي بريطانيا سؤال غبي، واه خويا حمزه واش هاد بنادم هذا يا صاحبي اللي كيجيب لك هاد الاخبار هذه، واحد قبيل قال لك واش غادي للصح غادي الاردن، واحد يقول لك واش غادي للخليج، واحد هو قال لك واش غادي لتركيا، مي كيجيب اخويا هاد الاخبار هذه، الله اعلم يا صاحبي. دابا سي بجنا كنهضروا ما شاء الله صافي، الله يهدي الجميع وصافي. جلالي
بزاف بعزام مبروك علينا ديما راجل، الله يكبر بيك اخويا الجلال، تحياتي لك ديما راجل، الله يعلي الدرجة، مبروك الانتصار والقادم افضل ان شاء الله، ونشوف الرجاء افضل. يا على الإخوان نكتفي بهذا القدر، تفهم على واقع الأحمال، تحياتي لكم جميعا، شكرا بزاف على الكلام الزوين وعلى التعليق الزوين، وتحياتي لكم إن شاء الله، موعدنا في طيب جديد إن شاء الله مع الاثنين إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله ونكون رابحين ونتألم إن شاء الله عن جدار واستحقاق، تحياتي لكم الإخوان، ربي يحفظكم ويحفظ الجميع، تسمعونا على واقع الأحمال، شكرا بزاف، السلام عليكم.